صباح الخير لكم السبعين الكرام، مرحبا بكم في البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. أجواء حارة جدا وشمس قوية. يعني هاد الأسبوع الأخير كان فيه واحد الحرارة واحد الشمس قوية بزاف. يعني غير مدينة الدار البيضاء تخيلوا معي الناس اللي كيسكنوا في المدن اللي ما فيهاش البحر. البارحة درجة الحرارة كانت 42 درجة، 42. الله يحسن عوان الناس اللي كتخدم في الصحراء هاد الشموش هادي. النهار كله هو الشمش، العمال ديال البناء، النظافة، الجلد. أي واحد كيتعرض لهاد أشعة الشمس الحارقة على قبل طرد الخبز هو يكون في عوان. من مشاهدينا الكرام، صباحكم مبروك وردوا بالكم من هذه الحراره، خصوصا ديروا شي حاجه على راسكم لان الحراره ملي كتعطي على الراس كتسبب الام فظيعه. شكرا لكم على اللقاء.